لمزيد من التفاصيل حول هذا الملف وما يعيشه أهالي الموصل من تهجير واعتقالات وتعذيب ومنع من العودة إلى منازلهم وأسباب هذه الأزمة والمستفيدين من استمرارها، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز علي الجابري. أهلا بكم أستاذ علي. أهلا وسهلا. وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الموصل ما زالت تعاني من آثار الحرب بعد 3 سنوات من استعادتها. أين تكمن أزمة الموصل لكي تستمر كل هذه الفترة؟ بالتأكيد طبعا الإشكالية الحقيقية هي هذه القضية، تقع على مسؤولية أخلاقية تقع على الحكومة العراقية اللي يفترض تكون هي سباقة في يعني حل معاناة أبناء مدينة الموصل بعد سنوات من المعاناة مع تنظيم داعش الإرهابي، وبعدها تهجرت هذه العوائل في معسكرات النزوح، وبعد أن تم تحرير الموصل ما زالوا إلى الآن يعانون في نفس المعاناة دون حلول حقيقية. هذه الحلول، عدم وجود حلول، هو هدف مقصود يبدو لي من خلال أن تجعل هناك دور رئيسي للميليشيات وتفضيلها على الجيش العراقي أو الشرطة العراقية. ما زالت الميليشيات تتحكم في الموصل ولا تريد العودة الحقيقية لأبناء الموصل ولا تريد بناء مدينة الموصل وإعادة الإعمار. هذه القضية أخلاقية على الحكومة العراقية، لو كانت جادة وصادقة في حل معاناة أبناء الشعب العراقي وأبناء الموصل الكرماء، يعني يكفي المعاناة اللي عانوها طيلة السنوات الماضية، لكن يبدو أن الحكومة وضعت مثل هذا الملف على الرف، أو وضعته في يعني ليس في سلم الأولويات الرئيسية لها، لأنها لا تريد أن تصطدم مع بعض الميليشيات المتنفذة التي ما زالت تتحكم وتفرض حتى عناصر القوة في هذه المدينة. أستاذ علي، تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وصف المعاناة الإنسانية للأهالي في الموصل وصفا موجعا، عن البيوت المدمرة، أبناء المدينة المفقودين، وحقائق أخرى مفزعة عن حالات التعذيب. كيف يفسر حجم هذه المعاناة والآلام في نينوى؟ أعتقد يعني أي شخص يذهب بكاميرا ويصور ما لحق بهذه المدينة من دمار وما لحق بأهلها من عذاب ومن تهجير ومن اعتقالات قسرية لأشخاص مظلومين، من قتل، من قصف، من كل الأهوال التي ممكن أن تمر على البشر. هذه وحدها يعني لوحة سريالية تكفي لتسجيل معاناة هذه المدينة. لكن السؤال هو، ليس يعني جميعنا نعرف ماذا يحدث، جميعنا نعرف حجم المعاناة، لكن السؤال هو إلى متى؟ ما هو سبب هذا الصمت الحكومي؟ ما هو سبب صمت المنظمات الدولية على المعاناة المستمرة؟ يعني ليس بإمكان أي شخص أن يبقى ليلتان أو 3 ليالي في معسكرات النزوح. ليذهب أي مسؤول عراقي، أي برلماني، أي وزير إلى معسكرات النزوح وليبقى ليلة واحدة ليعرف حجم المعاناة التي يعاني منها أهل الموصل وكل العوائل النازحة؟ على فكرة ما زال هناك الكثير من مناطق العراق فيها الكثير من العوائل النازحة، ولا أدري يعني هذا الملف إلى متى يبقى مفتوحا دون تحرك حقيقي وجاد من قبل الحكومات المتعاقبة التي تنشغل بصراعاتها الداخلية وتنشغل بالفساد وتنشغل بإرضاء قادة الميليشيات وتنسى أبناء شعبها الذين هم يعتبرون الذخر والسند الحقيقي لهذا الوطن. هذا الواقع المليء بهذه المعاناة الإنسانية التي تحدثتم عنها اقترن بمفهوم التصدي لما يسمى بقوى الإرهاب. كيف يمكن الوصول في مرحلة لاحقة بعد القضاء على هذا الإرهاب لاستعادة أمن واستقرار المدينة وعودة الحياة إليها؟ ألا يعتبر ذلك جزء من مشروع استعادتها من الإرهاب؟ بناء المدينة وإشعار أبناء المدينة بأن هناك حكومة وطنية عراقية تبحث حل المعاناة التي تمر بهم يوميا، هو هذا أساس
لقطع الطريق أمام أي جهة إرهابية أخرى لو كانت الحكومة جادة. لو كانت الحكومة جادة عليها أن تشعر أبناء الموصل أنهم أبناء أصلاء لهذا الوطن وأنها حريصة على حل معاناتهم وليس العكس، وليس اتهامهم وتخوينهم والسعي لعدم إعادتهم لمناطقهم تحت الذرائع ومبررات واهية يمكن أن تكون سبب في المستقبل لدخول التنظيمات الإرهابية. أبناء الموصل حاربوا وعانوا من هذه التنظيمات الإرهابية، وعلى الحكومة العراقية أن تقدر وتعلم جيدا أن بدون أبناء الموصل وبدون التكاتف أبناء الموصل لا يمكن القضاء على التنظيمات الإرهابية. بالعكس، هي الآن تسعى من خلال بعض الميليشيات التي تحاول أن تعتقل وتحاول أن تؤخر عودة أبناء الموصل، تحاول الزج بهم في يعني هذه التنظيمات من خلال اتهامات واهية. يعني لا يمكن أن تأتي وتتهم أبناء مدينة كاملة بملف إرهاب وهم الذين كانوا يعانون وهم الذين هجروا وهم الذين تهدمت بيوتهم من قبل الطرفين. فطالما أن الحكومة تقول أنها تمكنت من استعادة هذه المدينة، عليها أن تعيد الثقة إلى أبناء هذه المدينة وتعيد حقوقهم وتعيدهم إلى مناطقهم. إذا كانت هي حريصة فعلا على السلم الأهلي وحريصة على كل مواطن عراقي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. شكرا جزيلا لكم رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز علي الجابري، كنت معنا عبر الهاتف من ستوكهولم.